اهلا وسهلا بكم مشاهدينا، اتمنى لكم بدايه يوم حلوه وموفقه. اهلا بكم حلقه جديده من صباحكم، راح نطلع عليكم بمختلف الفقرات والمواضيع لهذا اليوم. صباح الخير بلال. صباح الخير ايه، وصباح الخير على كل الناس اللي يتابعونا سواء كانوا داخل العراق او خارج العراق او يم العراق او حول العراق، كلهم نقول لهم صباحكم خير وسعاده وفرح بهذه الأجواء. لذلك خلينا نبلش من عندكم خبر. مشاهدينا، أول الأخبار لهذا اليوم نبتدأها من مشاريع فك الاختناقات المرورية، حيث دخل أحد المشاريع الخدمية وهو مشروع مجسر الدورة السيدية بعد إنجازه وافتتاحه ليلة أمس قيد العمل. وأوضحت وزارة الإعمار والإسكان أن هذا المشروع سيحل عقدة الازدحامات المرورية لهذا التقاطع. أوضحت الوزارة أن هناك مستويين للمجسرات، الأول الذي ينقل الحركة القادمة من تجاه أم الطبول باتجاه الدورة شارع المصافي، والمستوى الآخر الذي يكون أعلى بارتفاع 15 متر للحركة القادمة من الدورة باتجاه حل بغداد خروجا باتجاه علوة الرشيد الطريق الدولي، مبين أن المجسر استخدم فيه مقطع مركب من الخرسانة وكذلك من المعدن والحديد، وهذه ستميز المشروع. ومن المشاريع المرورية مشاهدينا إلى موضوع التعداد السكاني الذي سيجرى في العشرين من الشهر الجاري، إذ أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة عن حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني، وأكدت أنه سيبدأ بمنتصف الليل 19 ما بعد 20 من تشرين أو قبل 20 من تشرين الثاني، ويشمل جميع محافظات البلاد بما فيها أقليم كردستان. أوضحت الداخلية أن الحظر لا يشمل حركة الطيران ومنافذ التبادل التجاري، كما سيتم تقييد حركة العجلات بين المحافظات والأقضية إلا للحالات الإنسانية، مبينة أن الصحفيين ممن يحملون الباجات مخولين بالحركة أثناء الحظر فضلا عن الملاكات الصحية، أيضا تم استثناءهم بموجب تخويل رسمي إلى جانب دوريات المرور والإسعاف والسفارات والبعثات الدبلوماسية. وفي الشأن الاقتصادي، توقعت اللجنة المالية النيابية تأخر إقرار مشروع قانون موازنة العام 2025 المقبل بسبب عدم توفر أي معلومات لغاية الآن عن جداول الموازنة. أوضحت اللجنة أن نهاية العام الحالي تقترب، ومن المفترض أن نبدأ بمناقشة تعديلات جداول وفقرات موازنة العام المقبل، لكن لغاية الآن لا يوجد لدينا أي معلومات عن خطوات الحكومة بشأن الجداول والتعديلات، مشيرة إلى أن جداول الموازنة قد تتأخر مثل كل عام، مؤكدا أن النواب بانتظار التعديلات التي تجريها الحكومة على الجداول. خدميا، أعلن مجلس محافظة بغداد عن دراسته لإدخال نظام الأتمتة في عمل المولدات الأهلية والحكومية، وذلك لمنع التلاعب بالتسعيرة الرسمية للأمبير من خلال تطبيق إلكتروني يتم فيه خزن المعلومات الخاصة بأي مولد سواء التسعيرة أو عدد المشتركين. طبعا أوضح المجلس أن الجباية الإلكترونية ستكون من خلال هذا التطبيق بموجب نظام سيتم الشروع به حال استحصال الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، مبينا أن تطبيق النظام سيقضي على جميع المحسوبية والمنسوبية في عمل المولدات، وكذلك تلافي أي تواطؤ من قبل مسؤولي الوحدات الإدارية أو دوائر الكهرباء المحلية مع المتعهدين، لأن التعامل سيكون إلكترونياً.
وأخيرا أعلنت أمانة بغداد عن استمرار العمل لاستكمال أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الأمطار، فيما أكدت تجهيز خطوط طوارئ بالمناطق التي تتعرض لموجات مطر غزيرة، مع توقعات هيئة الأنواء الجوية بقدوم موجة مطرية للبلاد خلال الأيام المقبلة. أوضحت الأمانة أن دائرة مجاري بغداد باشرت باتخاذ التدابير اللازمة كافة للاستعداد لموسم الأمطار، خاصة في مناطق شرق القناة وبغداد الجديدة والعبيدي وحي الرسالة والشعب والقدير، وتجهيز خطوط طوارئ في هذه المناطق واستبدال وتنظيف المضخات العمودية والأفقية، بالإضافة إلى تهيئة المولدات اللازمة لدعم عمليات التصريف. مشاهدينا، من آخر الأخبار بيعطكم خبر الآن إلى أخبار نشرة الطقس في عموم المحافظات. مشاهدينا، الآن إلى فقرة المرور، خلينا نشوف حركة السير في شوارع العاصمة بغداد. مشاهدينا، من المرور إلى الرياضة الصباحية مع كابتن عبد الله، ونشوف شنو محضر لنا من تمارين لهذا اليوم. صباح الخير عليكم مشاهدي قناة يو تي في، فقرة رياضية صباحية جديدة. اليوم تمارين راح تكون تمارين جدا مهمة، اللي هي تجنبنا الإصابات دائما اللي تكون واردة من خلال التمرين، اللي هي ستريتش. السحوبات كلش مهمة أثناء التمرين. شلون نبلش السحوبات؟ أول شيء نسوي دائما اللي هي عملية الإحمام من 10 إلى 15 دقيقة، هاي ثابتة تكون. من ثم سوي ستريتش اللي هي سحوبات على العضلة بصورة تامة. راح اليوم ناخذ all body، جميع ستريتش اللي هو بالجسم راح يكون من عضلة الكتف إلى الرجل إلى يعني all body شامل للجسم. فراح نبلش وياكم عملية الإحماء اللي هي up شوي شوي نحرك بجسمنا. ممكن نسويها بالجهاز مال جري، ممكن تاخذ مشي، ممكن تاخذ بايك، ممكن تاخذ أي جهاز يعني من يعتبر من الكارديو، وتسويها من 15 إلى 10 من ثم تبلش. وإذا ما قدرنا نسوي هاي التمارين أكيد شوي نرفع رجلينا اللي فوق، أب سوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نبلش بالرأس، نسحبه للجانب، نحسب 3 ثواني إلى 4 ثواني، ومن ثم نسوي سويتش. نسحب ايدنا هذه نخليها عكس ونسحبها للجانب، ونحسب 3 ثواني الى 4، عكس او 10 ثواني يكون افضل على مود عضلة تنسحب بصورة ثانية. نسحبها من الخلف جانب، نسوي عكس، نسحب عضلة الترايسبس بايسبس والسواعد اب عكس،
تسوي تمرين الهامس الجود مورنينج اللي هو كلش مهم. راح يشغل لي عضلة الباك والرجل بنفس الوقت هامسترينج والكلوتس. سوي 10 عدات الى جولتين كلش كافي، من ثم نرجع ونسحب عضلة الهامسترينج. نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نرجع نقدم رجلينا للامام، نسحب، ندفع بركنا للامام، جسمي مستقيم. همين احسب اب، هسه هنا أنا حرك الجسم بصوره تامه. سوي سويتش للامام، نحسب همين، ندفع الورك للامام، هسه اب لين فوق، ومن ثم نمد رجلنا للامام، نسحب الركبه وللجانب، نحسب نفس التكرار، نسوي عكس. من ثم نختم باخر تمرين اللي هو الكوبرا، نسحب جسمنا لي فوق، ننزل ببطء، نرجع نعيدها من 3 إلى 4 مرات. لي فوق، صدري للأمام. أعزائي المشاهدين، نختم فقرتنا لهذا اليوم. هاي تمارين جدا مهمة، جنبنا الإصابات اللي تكون دائما واردة بالتمرين. نختم وياكم ونرجع لكم للاستوديو. شكرا جزيلا كابتن عبد الله على كل هذه التمارين الرياضيه. طبعا مستمره، مسبح وجيم ارجوك. ممتاز، يعني انا لو اعرف كل شيء لو ارجع. مشاهدينا احنا باقيين ومكملين وياكم، طبعا نتمنى انه يومكم ما يكون خالي من الرياضه. راح اروح الى فاصل ونرجع لكم بقويانا. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا من جديد. يحتفل العالم باليوم العالمي للفلسفة، مناسبة مهمة لمعرفة تاريخ الفلسفة البشرية، وهي مناسبة مهمة أيضاً للتعريف بالثقافة والمعرفة. وبهذا اليوم سنستثمر هذه المناسبة لنسلط الضوء أكثر على مفهوم الثقافة، وحتى نعرف من هو المثقف الحقيقي، وكيف نقيم مستوى الثقافة لدى الأشخاص. ابقوا معنا. طبعا الإعداد يقولون تعد الثقافة معيارا مهما لدى الإنسان في التعامل بالحياة، لكن هذا المعيار يقاس باختلاف وجهات النظر من شخص لآخر. ومع تعدد أنواع الثقافات سواء المعرفية أو العلمية أو الحياتية أو الاجتماعية، تبرز الحاجة الملحة لتحديد الشخص المثقف ومن هو الذي يمكن أن يحمل هذه الصفة، حتى نتحدث عنها من جانب فلسفي وواقعي. راح نرحب بضيفنا الباحث الدكتور جمال بزاز. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك استاذ جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، صباح الخير عليكم وعلى العراقيين وعلى كل من انت غايب علينا صار فتره يتابع برنامجنا، وان شاء الله نكون عند حسن الظن. انت دائما عند حسن ظننا، وصراحه مشتاقين لحواراتك. شكرا. العفو. بالبدايه، هو موضوع التقييم موضوع نسبي، يعني نعم. هو ما يخضع لمعايير ثابته ومتباين من مكان أحسن. يعني الزمان والمكان هم له تاثير. احسن. فاريد تشرح لنا بطريقه اليوم احنا شلون اصلا نقيم هذا الموضوع. طبعا بما انه برنامج صباحي فراح نكون متبسطين. أي. يعني خلينا نقول بدون فلسفه، عن ما طول الموضوع هو حول الفلسفه. صح. فراح نتفلسف، راح نكون قريبين من المشاهد بكل طبقاتها حقيقه. يعني زين، اذا كنا حول الفلسفه فالعفو هي نظام حياه. المصطلح قديم جدا من ايام الحضاره الاغريقيه او اليونانيه. أي. واللي جسد ايضا من خلال مقوله او عمل فيثاغورس صاحب النظريه اللي معروفه.
ومختصر مختصر بالنسبة للمشاهد والمتلقي، الفلسفة تعريفها هي حب الحكمة. حب الحكمة، وهي تلخص كل ما يحيط بالإنسان من عوامل إنسانية وعوامل اجتماعية وعوامل حياتية. هاي الفلسفة بشكلها المبسط اللي ما نريد ندخلها بالتعقيد حقيقة يعني. صح. نعم. اليوم الدراسات اللي موجودة بالجامعات وغيرها ومن المعاهد من الطلبة والمهتمين، سابقا كانت هي فعلا محض اهتمام الكثير، الفلسفة، قسم الفلسفة، القراءات الفلسفية، إذا كانت الكتب الخارج المناهج وداخل المناهج. كونك أنت أقرب اليوم، شلون المشهد أكاديميا بالنسبة للفلسفة؟ والله حقيقة دراسة الفلسفة أنا أعتبرها مظلومة، لأنه حتى اللي يدرسون فلسفة ما عندهم عمق تاريخي لهذا الموضوع. يعني هسه حضرت أو أستاذ بلال يروح يراجع قسم الفلسفة بكلية الآداب أو الجامعات الأخرى، تلاحظها مظلومة. يعني ليش؟ لأنه هذا العلم أو هذا المصطلح أو هذه الحالة بصراحة بها عمق تاريخي كلي كبير. يعني من الضروري جدا انه نبحث في تاريخ الفلسفه. هي مو العفو مو يعني فشيء جديد، شيء قديم، ولكن اليونسكو خلينا نكون واقعيين حب انه يحيي هاي الحاله او هذا العلم من خلال انه في عام 2002، وهسه احنا في الشهر اللي راح نحتفل به يوم 17 ويصادف خميس، هي كل ثلاث خميسات خلينا نقول عليها من الأسبوع يتم الاحتفال الخميس الثالث من شهر تشرين الثاني بيوم الفلسفة العالمي. زين. فلاحظ تنتشر مهرجانات وتنتشر إعلانات وتنتشر أشياء لإبراز وجه الفلسفة بالعالم من خلال منظمة اليوسكا، منظمة تابعة للأمم المتحدة حقيقة. فإحنا هسه حاليا في الخميس القادم أعتقد صادف 17، نعم، راح يكون احتفال بيوم الفلسفة العالمي. احنا البعض يتصور انه الفلسفة هي جانب ادبي. نعم. ومقتصر على الادبي اصلا يعني. نعم. في حين يا ريت تحكينا على الجانب العلمي اللي خرجت من هواية علوم اكو خرجت. نعم. من الفلسفة. نعم، هي تحتمل الوجهين، جانب التطبيقي وجانب العملي، جانب العلمي وجانب الادبي. نعم. حقيقة يعني هنالك مقولة لأحد الفلاسفة الكبار اليونانيين واللي هم معروفين، سقراط وأرسطو وأبقراط وغيرهم من الفلاسفة اللي احنا قرينا عنهم، يقول تكلم لكي أعرفك. يعني اختصر في ثلاث كلمات، اختصر نوع الإنسان اللي قاعد أمامه. يعني فهي عملية الفلسفة حسب اعتقادي هي عملية إعطاء جانب نظر للثقافة. اي هسه احنا حتى بالحالات الاعتياديه بنشوف واحد يتكلم فوق مستوى الكلام الاعتيادي، شو نقول عليه؟ نقول هذا قاعد يتفلسف. اي بالمصطلح العامي او بالتجمعات. أي. اللي تصير يعني. زين. المجتمع من يشوف اكو جمل واكو ثقافه معينه هي فوق مستوى ما يعرفه هو يعتبرها فلسفه. هي مو بهالمستوى هذا بصراحه. الفلسفه من قلنا هي حب الحكمه، وحب الحكمه حقيقه أكو نص قرآني، بسم الله الرحمن الرحيم، ما معناه يعني أنه اللي الله عز وجل يريد يكرمه يمنحه حب الحكمة. زين. حقيقة أكو نص أنا يعني مدى يتبادر إلى ذهني، ومن الحكمة يعني فيها خير كثير. هذا احنا نصوصنا القرانيه هي سبقت كل العلوم حقيقه، يعني هسه من تقراها يعني مثال على هذا. حتى لو نريد نجي جزء السؤال اللي وراء حول المثقف، كثير من الناس ما يعرفون انه كلمه المثقف اطلقت. هذا اللي ردت اعرفه من عندك. كثير من الناس انه ما يدري انه كلمه المثقف اطلقت على الرمح بالبدايه. صح. تثقيف، يقول هذا ازاله الشوائب، هذا رمح مثقف اللي هي التجذيب. اي ازاله الشوائب، التجذيب وارتفاع رأس الرمح وشموخه أطلقت على الرمح. ولكن بالنصوص القرآنية هنالك ست آيات تدخل بها كلمة وثقفتمو والمثقف، وهذه هي عملية السيطرة على الآخر تجي أيضا. فمن خلال هذا المصطلح نقدر نعتبر أنه عملية السيطرة على مفردات ما تحيط بنا من ثقافة.
نوباتية الداخل، العفو تداخل المصطلحات. فهواية من الناس قلت لك ما يعرفون أنه الرمح يطلق عليه المثقف. نعم، هي شنو أساسا؟ نعم، هي شنو أساسا المعايير اللي إحنا ممكن أنه إحنا نشوفها بالشخص الفلاني أو حتى ممكن بالمؤسسة الفلانية؟ نعم. إذا كانت معنية بشؤون الأدب والثقافة نقدر نقول عليها هذه المؤسسة مثقفة فعلا وواعية، وهذا الشخص مثقف جدا وواعي. شنو هي المعايير؟ اليوم اختلطت المعايير وصار ليست هناك معايير أساسا. لا يعني ليست هناك معايير وليس هناك تعريف ثابت للمثقف. يعني هسه أنت كل حضارة كل بيئة كل مجتمع إلى تعريف خاص به للمثقف، إلى مواصفات أصلاً. مواصفات المثقف هي بشكل مبسط خلينا نقول عليها. بعضهم يقول، بعضهم طبعاً ماكو تعريف ثابت، يقول هو من يأتي بالإيجابيات على حساب السلبيات. يعني من هيك يقول؟ يعني واحد من التعاريف العفو. يعني مو تعرفين إحنا حتى يعني يقال إنه أكثر من 1000 تعريف موجود بالعالم حول تعريف المثقف. يعني سؤال، احنا قبل دخول التعليم عندنا بالعراق هل كانوا هناك مثقفين؟ ما كان هناك مثقفين. اكو قسم بيقول لك لا، المثقف مرتبط بالقراءة والكتابة. نعم، المثقف مرتبط يجوز بمهنة، يجوز بعمل معين. انا عن نفسي اقول انا ابدا ما ارطب ما يعني ما اربط بين الثقافة والشهادة. هناك الكثير من الناس الاميين من يقود مجتمعات ويسيرها بس هو لا يقرأ ولا يكتب، ولكن ثقافته متأتية من المجتمع اللي هو عايش به، البيئة اللي عايش به اللي احتضنته، اللي احتضنته. مثل احنا ما نقول اللي يشتغل بالفحم واللي يشتغل بالعطر هذا ريحته طيبة، وهذا هذا الشخص الآخر تكوينه بالفحم يشتغل، يعني مثل ما يقولون. فلذلك ماكو تعريف ثابت للثقافة، كل يغني على ليلاه. نعم. يعني في بعض الحالات حتى عفوا عبر المقاطعة، حتى في بعض الحالات نلاقي نجار، نجار مرتب يقوم بعمل معين، نقول والله هذا احنا هسه حاليا ايش اسمه نطلق عليه مثقف. فهو بصراحة تعريف او كلمة مطلقة، الإطلاق هي الكلمة التي تلائم كل الأوقات. نجيب مثال بسيط صغير، شنو معنى الإطلاق؟ أكو نص بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لماذا لم يقل كلمة القوة؟ قال مثلا خلينا نقول السيوف أو المدافع أو الدبابات، لأن القرآن من أيام نزوله لحد هاي اللحظة هو يرهم لكل جيل. فلذلك الإطلاق هو هنا ما قدر ما نطاها صفة معينة للقوة، خلاها مطلقة، ولكن بعدها وراء وهو العطف ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لحد الآن الجيوش تستعرض بالخيول كصفة يعني معينة. نعم. فكلمة المثقف كلمة مطلقة، كل من يقدر يعرفها على على ما هو يفهمه يعني. وجزء الثقافة هم تتنوع، مثلا أكو ثقافة إنسانية، أكو ثقافة اجتماعية، أكو ثقافة علمية، أكو ثقافة أدبية. طبعاً. وأكو موجة من الثقافة الشبابية اليوم اللي هي تهتم بالشكل، بشكل المثقف أكثر شيء. هاي القشور. أي. هاي القشور. لازم بالجنطة صفح، لازم. لذلك أسأل في حديث جانبي العفو، يعني قلت لهم هسه أغلبية الشباب والشابات متشابهين. ما تقدر تشوف واحد يختلف عن الآخر، ولا واحد هو كشخصية بمواصفات خاصة به. احنا عبارة عن مجتمع حالي صار مجتمع مقلد، يقلد الآخرين، أحد يقلد الآخر، واحد يقلد الآخر. حقيقة لا أعلم شنو السبب هذا التقليد، ليش ما يكون كل واحد له خصوصيته، بالملابس خصوصيته، بالشكل خصوصيته. هو أساساً يعني يمكن مو بس المجتمع العراقي. نعم. يعني باعتبار أكو فضاء مفتوح اليوم، فضاء اللي هو فضاء الإنترنت ومواقع التواصل والاختلاط والاطلاع على الثقافات الأخرى، بالتالي الواحد راح يصير عنده سعي إنه هو يشبه فلان أو هي، ولكن تشبه أليس فلان. أليس أليس إحنا يعني هو عندنا مثل أو قول، صارت فوضى بالنهاية، قول أو مثل نقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. المفروض حقيقة لا طبعاً، يعني إذا أنا ما أعرف قدر نفسي ليش أقلد الآخرين؟ حقيقة تقليد الآخرين أنا ما أشوفه عملية ناجحة. يعني هسه الشكليات هم مو مشكلة، يعني لو مشكلة بعض الناس لا تعتبر في هالشيء، يعني تعتبر هو هدف الأول أن يكون يشبه فلان، ها أو تشبه فلانة، هو هذا إيه؟ لأنه ما يملك غير شيء،
هي هم نوع من الثقافة ترى هي هذه. إيه. لأنه ما يملك غير شيء. هسه هواية أكو تلاقي بالمجتمعات ناس تقرأ كثيرا ولكن منتج وينه؟ أنا هسه عن نفسي أنا كتدريسي. إيه. إذا ما عندي طلبة أدرسهم وإذا ما أعرف شلون أعلن عن نفسي شنو فائدة الكتب اللي أقرأها؟ من يدري بي أنا قارئ ألف كتاب؟ من يدري بي؟ غير أكو نوع من الإعلان عن النفس أو التسويق للنفس من خلال وضع معين بالمجتمع، من خلال الإعلامي، من خلال الأستاذ المدرس، من خلال مهنة معينة أعلن بها عن نفسي أنه أنا أحسن من غيري. لازم هاي العفو المستويات تكون موجودة على مود أقدر أنا أعلن عن نفسي من خلال هذا العمل اللي أنا دا أقوم به، لأنه هواية أكو هسه من المهن متشابهة، ولكن المهنة المتميزة شلون تكون؟ اللي تفرق اللي تختلف عن غيرها. يعني تلاقي هسه طب بسوق بألف محل، شنو السبب انه محل لان ثلاثه مرزوقه والاخرين ما يشتغلون؟ نعم، احنا راح نكمل حديثنا مع حضرتك دكتور، بس احنا راح نروح نشوف شنو هذا الاستطلاع اللي محضريه لنا فريق الاعداد والمراسل ايضا عن شنو راي الناس او شنو هو اكثر من الناس، ونشوف شنو الشخص المثقف من وجهه نظرهم. خلينا نشوف هذا الاستطلاع ونرجع لكم. طبعا المثقف هم انواع واقسام، يعني منهم السياسيين والمثقفين اللي دائما يحب يطلع ودائما يحب القراءه من يوم يعني من نشاته وهو صغير، واللي يزور مثل هذه الاماكن الكتب والاطلاع، واللي يزور المكاتب العامه. هذه يعني وجهه نظري هم المثقفين. الشخص المثقف اللي يروح عصبي وما يكون متعصب للحياة. بوجهة نظر المثقف اللي دائما مطور أفكاره ومتجدد بأفكاره ومطلع على العالم. الشخص المثقف يكون فاهم الحياة صح من كل النواحي. اللي عنده معرفة بكل شيء، اللي عنده اطلاع اللي ما يدور حوله حتى ما يصير جاهل، حتى يعني يسبق الأحداث. احنا طبعا مستمرين بحوارنا وحديثنا عن الثقافة وعن الفلسفة. اريد اعرف من حضرتك اليوم القراءة ايش قد مهمة، والتطور اللي صار، هل احنا نكتفي بالقراءة ام ممكن انه نستعيض بها بالسماع بالرؤية؟ تعرف اليوم صارت الادوات مختلفة، الوسائل مختلفة صارت، فهل هو الموضوع حكرا على القراءة حصرا بالقراءة؟ طبعا القراءة هي مهمة حقيقة، يعني في عملية تثقيف النفس البشرية والارتقاء بها، ولكن ليس كل ما يقرأ هو يثقف. أكو بعضهم يقول لك أنا ما يعجبني الكتاب إذا ما بي صورة. ثقافة الصورة موجودة أيضا. ثقافة الصورة إنها الأغلبية يقول لك أنا تغنيني صورة عن شرح مثل 4-5 صفحات. نعم، تختصر. أكو قسم آخر يقرأ لأجل القراءة وليس لأجل الفهم، مثل الذي يأكل لكي يشبع وليس يتغذى، وليس لكي يتغذى. نحن أغلبيتنا نأكل لكي نشبع، ولكن لا لكن ما بيتغذية صحيح 100%. فكثير من عندنا نقرأ كثيرا، ولكن ليست هناك منهجية عندنا في عملية اختيار الكتاب المناسب. عملية تكديس الثقافة. شلون نختار؟ عملية تكديس الثقافة. في بعض الحالات، العفو، بعض الكتب تعطيك معلومة دقيقة جدا من خلال 50 صفحة. وفي بعض الحالات هنالك كتاب يمتاز ب 400 و300 صفحة، ما تعرف الزبدة مالته أو بيت القصيد شيريد. وين موجود أو شيريد. يبتدئ وينتهي بكلمات عجيبة غريبة. القارئ يعتقد أنه هذا الكتاب هو يكون الأثمن والأصح وياخذ يختني ويشبع به، وبعدين يعلن على الآخرين يشوفوه أنه عنده حالة اغتراب. هذا كلامه ما يلائم المجتمع. لذلك نشوف بعض المؤلفين المثقفين العراقيين الله يرحمهم، دكتور علي الوردي، دكتور مصطفى جواد، الأستاذ سالم الآلوسي،
الأستاذ عبد الرزاق الحسني الأستاذ تلاحظ كانوا قريبين، ثقافتهم قريبة من الثقافة الشعبية، قريبة من ثقافة الشارع. لذلك شوف الدكتور علي الوردي هو متأثر بيقرون كتبه مقروءة بقوة. دكتور مصطفى جواد كان عنده برنامج حتى الطفل يستمع إليه اللي هو قل ولا تقل، قل ولا تقل، هاي في حقبة الستينات والسبعينات. عندي كتاب هو جزء من هذا، جزء من الكتاب العفو قل ولا تقل، يقول لك إنه إحنا بصراحة مثقفين وحتى عندنا فلاسفة أيضا مظلومين، مظلومين إعلاميا قياسا مع العلم. أنت تلاقي بكل مهرجان وكل احتفال تلقي مثقف أو كاتب أو عالم عراقي موجود، إذا ما يكون هو مشارك كمؤلف يكون مشارك كلجنة تحكيمية. فالعراق منبع، منبع للفلاسفة أيضا، كثير من الفلاسفة العرب العفو أشبعوا ابن رشد، الفارابي، ابن سينا، هذولا كانوا يتمتعون بثقافة شمولية. يعني شنو؟ يعني مثلا ابن سينا احنا نعرف عنه طبيب، ولكنه مو فقط طبيب، صح، هو مؤرخ، هو جغرافي، هو 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 ما يقتصرون. فذلك اكو تعريف اخر للمثقف، هو الذي له علم اختصاص به مع معرفة العلوم الاخرى، يعني يعرف من كل علم فتشي، هذا المثقف الشمولي يسموها الموسوعي او الانسيكلوبيدي. فالموسوعي هو الذي لا يقتصر، تقتصر علومه على علم واحد فقط ويترك العلوم الأخرى. هو المفروض كل ما تحدثت به فعلا يكون موجود، خاصة أنه إحنا بعد شهر مقبلين على معرض كتاب أيضا راح يكون موجود. فهذه كانت يمكن نصائح للناس اللي ممكن هي تهتم وتحب أنه توسع مداركها أكثر. دكتور جمال البزاز شكرا جزيلا لك، سعدين بوجودك اليوم ويانا بصباحكم. والله بصراحة أنا اللي أسعد بصراحة، أيضا التقينا بالأستاذ أمير والتقينا بحضرتك، شكراً. كانت مناسبة حلوة وجميلة، وقدمنا المعلومة البسيطة للمشاهد والمتلقي اللي ما كانت يجوز عنده فكرة حول كلمة الفلسفة وبدايتها أو كلمة المثقف وبدايتها. نعم. شكرا جزيلا، كل الشكر لك، شكرا جزيلا. المشاهدين من بعد هذا الحوار رح نروح إلى فاصل ونرجع لكم بقيادة. مشاهدينا الآن إلى تواصل مع آخر أهم الأخبار عبر المنصات. اكتظت شوارع بغداد يوم أمس من جهة الرصافة بازدحام مروري خانق استمر لعدة ساعات خلال ساعات النهار الأخيرة، وتبين السبب فيما بعد هو ازلاق سيارة إلى منحدر النهر بالقرب من جسر الشهداء. وتسبب سقوط السيارة والمحاولات المستمرة لإخراجها من المياه لساعات طويلة، ازدحام شديد، بينما إلى أن لحد الآن لا أحد يعرف سبب انزلاق السيارة، على الرغم من أن مركبات غيرها كانت بالفعل موجودة أيضا، إلا أنها الوحيدة التي سقطت. نتابع هذا الفيديو مشاهدينا. شهدت مدينة الموصل يوم أمس موجة غزيرة من الأمطار التي حولت الشوارع إلى برك وبحيرات، وفاضت المناطق الرئيسة فضلا عن المدارس والدوائر وحتى الملاعب، بينما واجه الأطفال صعوبة في التنقل للذهاب إلى مدارسهم، ومما جعلهم يلتزمون ببيوتهم. ورغم هذه الظروف الصعبة إلا أن عامل نظافة خطف الأنظار إليه بعد أن أظهر بمقطع فيديو صوره أحد المواطنين وهو يقوم بعمله بإخلاص رغم التحديات وسوء الأحوال الجوية. المقطع حصد آلاف التفاعلات الإيجابية، متابعة الفيديو. خطي عامل بلدية وجاي نظف، الله يبارك فيه، المطار جاي نظف. طالع للسماء على واجبه. هاي يفتح المجرى. وعن الموصل إلى البصرة وتحديدا إلى قضاء
الهارث الذي يشهد منذ 3 أيام أمطار من يعني تقريبا خفيفة إلى متوسطة، إلا أن العوائل لم تعتاد كثيرا على هذه الأجواء، لذلك فهم يمارسون حياتهم بصورة طبيعية دون خوف من التقلبات الجوية. وتعرض مجموعة من الشبان الأصدقاء إلى موقف طريف بسبب تلك الأمطار، حيث وثق مقطع فيديو لهم وهم يحاولون حماية السمكة من قطرات المطر أثناء سفرتهم، ورغم أن الموقف محرج لكنهم تعاملوا معه بإيجابية. نتابع مشاهدينا. طبعا نبقى بأجواء الأمطار التي هطلت في مناطق متفرقة. في هذا الخبر ننتقل إلى السعودية وتحديدا في الحرم المكي، حيث سجل أحد المعتمرين مقطع فيديو لمشهد مهيب أثناء توافق صوت الرعد مع صوت الأذان. المشهد وثق الرعد وهو يسبح مع الآذان وصوت المطر الذي يشفي القلوب بصوت شجي يتخلله لمعان البروق وتسبيح الرعود. نتابع المقطع مشاهدينا. شهدت مباراة في الدوري الأسترالي للسيدات واقعة غريبة، حيث اندفع كلب صغير إلى أرض الملعب وركض حول لاعبي الفريقين، ورغم أنهم حاولوا الإمساك به إلا أنه قام بالمراوغة وتمكن من الإفلات منهم. وفي النهاية تم اكتشاف أن الكلب ملك للاعبة أحدى الفريقين، واحتضن الثنائي بعضهما البعض في لحظة مؤثرة على أرض الملعب، وتلقت اللاعبة هتافات كبيرة من المشجعين المتواجدين في المدرجات. نتابع الفيديو. Well, while we're watching that, there's a dog on the pitch. You don't often see that. Well, certainly not at this level. I think Annalie Longo, I think that might be Annalie Longo's own dog. Maybe he needs to go and get her or him. Yellow fever in a rendition of Who Let the Dogs Out? And now there are all sorts of players trying to tempt the canine. They got me a steamer. Oh, and Annalie Longo reunited with her pooch. يبحث أغلب خريجي الكليات عن تطبيق ما تعلموه في الواقع، سيما المختصين بالفنون الشعبية سواء النحت أو الرسم، لذلك يأخذ معهد الحرف والفنون التراثية الشعبية على عاتقه تعليم طلبته مجموعة من المهن والحرف اليدوية التي تساعدهم على فتح مشاريع خاصة بهم بعد التخرج، إضافة إلى إتقان عدد من الفنون التراثية. تفاصيل أكثر راح نتابعها بتقرير الزميل علي مروان. مرحبا. مرت على العراق كثير من الحرف والفنون، منها ما اندثرت ومنها الباقية إلى يومنا هذا. معهد الحرف والفنون الشعبية يعنى بالحفاظ على هذا الإرث المهم. اليوم قررنا أن نقوم بجولة داخل هذا المعهد حتى نتعرف على أبرز أقسامه. ابقوا يانا. معهد الحرف والفنون الشعبية يعد أحد أهم المعاهد في العراق، يهتم بالتراث والموروث العراقي، و
ويهتم بصناعة الحرفة. تأسس المعهد عام 1970 على يد الفنان عطا صبري، وكان جل اهتمامه قضايا التراث الشعبي والحرفة اليدوية وكل ما هو متوارث عبر الأجداد. المعهد يتكون من 7 أقسام فنية. عندنا قسم الطرق على المعادن، وقسم السيراميك، وقسم النحت على الخشب، وقسم الرسم والتصميم التراثي، وقسم الخط العربي والزغرفة، وقسم الخياطة، وقسم السجاد والحياكة اليدوية. واحد من أكثر الأقسام ضجيجاً هو قسم الطرق وأعمال المعادن، حيث يتم في داخله الحفاظ على أحدى الفنون اللي كادت أن تندثر في العراق. طبعاً قسم متخصص بعمل النحاسيات والصناعات المعدنية والنقش عليها. طبعاً سابقاً كان إلى فترة الخمسينات فقط صناعة أواني منزلية، لكن احنا جمعنا من مصادرنا الخاصة من الفنون القديمة اللي هي الفن الإسلامي. كما هو معروف انه بعد استقرار الدولة الإسلامية ظهر جانب جديد لهذا الفن وهو التزيين، بإضافة إلى الجانب العملي ظهرت النقوش على الأواني والإنارات اللي هي القناديل والمصابيح، إضافة إلى النقش على السيوف والأسلحة بصورة عامة. أول شيء نختار نوعية النحاس، يوجد نحاس أحمر ونحاس أصفر. النحاس الأحمر أفضل بالشغل، يعني يكون مرن ويعني سهل بالدق وبالطبع. وراها أن نختار السكيتش الطبعة نرسمها، نكمل الطبع والرسم مالتها، نشتغل تحديد مرحلة أولى، نكمل تحديد نبلش بالمرحلة الثانية اللي هي التجسيم، نكمل التجسيم وراها إنه نشتغل الإطار مالتها عبارة عن خشب زان يكون. إحنا نفضل نرسم اللوحات البغدادية إنه للتراث. من ضمن الأقسام اللي تجمع ما بين الحرفة والفن هو قسم صناعة السجاد اليدوي، اللي يعمل به الطلبة على صناعة السجاد بتصاميم تراثية. أول شيء بداية المراحل نختار الجومة، بعدين نبدأ نسد الخيوط اللي هي تصير عبارة عن خيوط صوفية، بعدين وراها تبدأ المراحل سد الخيوط، وراها احنا نسوي التصميم، نبدأ بالتصميم، نختار التصميم احنا والرئيس القسم بالاستشارة يعني، بعدين نبدأ بالتصميم ارتفاع وعرض، هم يعني نختار ويا رئيس القسم، بعدين منكمل التصميم نبدأ باختيار الألوان. أكيد الألوان تبدي مثلا فلكلورية لازم قديمة، ولازم التصميم يتبع التراث. من أكثر الفنون اللي تمثل تراث العراق هو الخزف، بالتالي الحفاظ عليه هو حفاظ على إرث عراقي مهم. نبدأ نعطي الطالب بالخطوات الأولى، صف أول، طريقة عجن الطين، طريقة تنظيف الطين، طريقة التشكيل، عندنا طريقتين بالتشكيل، طريقة الحبال، طريقة الأشرطة، ونبدأ ندربه على الويل الكهربائي ممكن وعلى الويل اليدوي، ويبدأ مرحلة أولى أشياء يعني بسيطة، المرحلة الثانية لا شوي نطورها، المرحلة الثالثة أكثر، بالرابع والخامس لا مشاريع تخرج. أول ما يبدأ الطالب طبعاً مرحلة الأولى أنطي أساسيات الخياطة، كل أساسيات الخياطة عن طريق ملزمة، طبعاً إحنا شغلنا كله عن طريق جدول. أول ما نبدأ مرحلة أولى الأسس الخياطة ورسم القوالب
وحتى أنطيهم حياكة والتطريز على قطع بسيطة. الآن يضبط الشغل أنطي قطعة كبيرة. نوصل للمرحلة الثانية حنبدأ شغل التصاميم. يصمم على قطعة قماش ونعتبرها المشروع. تطريز أزياء شعبية وكذلك الأزياء التاريخية. سكل طلابنا كل من عنده قطعة وده يطارز وده يشتغل. إلى أن يوصل للمرحلة الرابعة والخامسة يبدي شغله يصير أثقل لأنه إحنا ورانا تقييم يعني ونفس الوقت الطالب بدأ يعني يتعلم هو يفصل هو يشتغل هو يدق الأوفر أي مشكلة بالمكينة هو يكون مسؤول على تصليحها وإلى أن يتخرج إن شاء الله يكون متعلم كل شيء تاقن كل شيء والبعض الطلاب شو ما يعني ما يستوعبون أكون أنا وياهم بالشغل. جولنا وياكم بأروقة المعهد وتعرفنا على أبرز أقسامه اللي من خلالها يتعلم الطلبة ممارسة مختلف الحرف والفنون. لهنا تكون خلصت جولتنا وهي عودة للزملاء بالاستوديو في مالا. شكرا جزيلا يعني على هذه الجولة الممتعة جدا علي. مشاهدينا احنا باقيين ومكملين. رأيك نعم. شنو تقييمك لهاي الأجواء اليوم؟ شفت الجو؟ الجو برا يعني الطقس إيه؟ الجو ما اعرف شي يريد يعني اكو شمس واكو غيم زين شنو يلامه هسه شي يلامه وجبه اكل تشغل تبريد بما انه انت دائما هيك وجبات شتويه هسه طبعا قسم الاعداد دائما يستعين بايه باختياراته لوجبات الاكل طعام ولا هذا لان هي عندها فد لمسات بهذه الاشياء بس انا ما اطبخ يعني كل لا ما تطبخ بس أي. تختارين انت مثلا نجيب وص وهيك وكله دليفري بالنتيجه لو عزيمه لو مطعم. عزيمه اي بالغالب عزيمه بس هو هسه شيء لامه شيخ محشي هسه شيخ محشي طبعا خياراتها رهيبه اي يعني باذنجان محشي وشيخ المحشي باذنجان مو شيخ يعني ما افتهم اي بس انه هو الباذنجان اهم شيء يكون ناعم زين يعني حتى تعرف انه انا عندي خبره بالاكل لازم الباذنجان ناعم بطريقه الاكل ايه بس مو بطريقه لا بالاختيار اي يعني ايه الاختيار بالنهايه زين لازم يكون ناعم حتى الحشوه تكون مرتبه وبس باذنجان اي بس باذنجان وفلفل يحشون واكو ناس تخلي مرات شجرايه وحده او هيك شيء زين وتصير اضافات وتجنن بس هو انا احسه هو اكله شتويه ما زين انت تفضلين ناشف لو بمي زايد لا اكيد لازم وياه يعني المي وياه طبعا حتى ليصير كنا دولمه بالضبط لان انا علاقتي بالدولمه مو كلش ويا طرشي تحبين طرشي ولازم خضره اكو وخبز حار والله شغله مرتبه فهي نصيحه اعطيناكم اليوم وجبه الغدا اليوم غدا اليوم طلع الغدا صار خلاص هاي جاهز انا انطيكم يعني دعوه اليوم شيخ محشي لازم المفروض ماما تسوي بس ماما تحضر الاكل من وقت عموما المشاهدين احنا راح نروح فاصل ونرجع لكم طبعا قبل قليل حكينا عن الشيخ محشي وطلع اكو خلاف كبير بين العوائل وبين محترفي الطبخ لان يقولون الشيخ محشي اولا هو مظلوم اعلاميا هو قريب من الدولمه بمكوناته وبمحتواه لكن ما ماخذ الحيز الاكبر فبهذا الخلاف قلنا خلينا نشوف نجرب الذكاء الاصطناعي اذا ردنا نساله انه شنو الفرق او شنو هو الشيخ محشي وشنو رؤيته للشيخ محشي فراح ندخل على واحد من البرامج اللي هي لها علاقه بالذكاء الاصطناعي اللي هو تشات جي بي تي فراح اساله اني اقول له ما هو الشيخ محشي خلينا نشوف اجابه الذكاء الاصطناعي شنو الشيخ محشي هو طبق تقليدي من المطبخ الشامي طلع سوري مع الأسف زين خصوصا في سوريا ولبنان يتميز بطعمه ها بس عندهم مخلين الشجر وياه هم يستخدمون الشجر احنا الشجر. نستخدم الباذنجان احنا الباذنجان بالضبط أعتقد هو أساسا اسمه يصير غير طبق يعني يمكن عندهم الكوسة المحشية أو هيك شيء فيمكن هم يسموها شيخ محشي ما أدري بس هو ده يقول هو هذا شيخ محشي ما أدري طبعا أنا أتوقع مدام قال سوريا معناه موصل بالضبط أهل الموصل هم طبعا نمبر وان بالطبخ سواء كان بالعراق أو خارج والحشوات العراق تحديد. والحشوات تحديدا لذلك اليوم احنا موضوعنا أصلا عن الذكاء الصناعي
نعم مشاهدينا، قبل قليل استعرضنا وياكم إجابات الشات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي. كل تطبيق من هذه التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لها عملها ومميزاتها. راح نستعرض وياكم الآن مع ضيفنا علاء حسين الحامي المختص في هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي، اللي هو راح يحدثنا أكثر عن كل تفاصيل الذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا بك، سعيدين جدا بك. الحمامي طبعا. الحمامي، أهلا وسهلا أهلاً. الله يخليك. يعني بالعادة لما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي فإحنا نتحدث فقط عن آخر ما وصلنا اللي هو الشات جي بي تي، بس قبل أكو يعني صارت سلسلة طويلة من التطويرات اللي صارت حتى يوصل لنا بهذه النتيجة، الحاسبات وغيرها والتطبيقات والمواقع وغيرها من الأمور. كونك أنت رائد بهذا العمل وكونك أنت كفاءة إحنا نعتز بها، فإذا ممكن أنه أنت تأخذنا بحديث بعيد للسنوات اللي سبقت هذه الثورة اللي صارت حاليا بالذكاء الاصطناعي وما وصلنا إلى اليوم. الحقيقة احنا بدينا بالعراق يعني بالحاسبات رسميا تقريبا سنة 1971، وكنا احنا الجيل الأول بالحاسبات وحاولنا نسوي التحول الرقمي ونجحنا به، وكان فعلا العراق يعني من المتميزين بالشرق الأوسط لأنه كنا متابعين إلى كل الأحداث العالمية اللي تخص التكنولوجيا. بالنسبة إلى الذكاء، أنا راح أختصر أبدي بالذكاء. أي. الذكاء الاصطناعي كانت مادة علمية ندرسها إحنا بالجامعات. أساساً كانت موجودة. موجودة. الذكاء. بس كنا نسميها الأنظمة الخبيرة، Expert Systems. هذه شنو كانت الحقيقة؟ صار نقص بالخبراء، صار نقص مثلاً بالاختصاصيين، بالأطباء الاختصاصيين، ف. بدأوا يسوون هاي الأنظمة الخبيرة اللي هي عبارة عن شنو؟ أنت ترتب البرنامج تنطي الحلول. مثلاً كنا نسوي للأطباء وكنا نحصل على براءة اختراع مثلاً بالعراق. للطبيب أجي أنا للمريض أسأله البرنامج طبعاً. أي. عندك حمى، درجة الحرارة قد مثلاً، يعطيني إياها الشكل. عندك إسهال، عندك هذه المواصفات أنا ما أخذها من الطبيب، أعرفها مثلاً علاجها فلو، أوكي، إنفلونزا، وعلاجها طبعاً موجود هنا. القصد كم لي داتا، هناك أسئلة وأجوبة محددة، هاي داتا تنملي هذا، فيقدر ينطينا الجواب منها بس محددة، ما يطلع منها نهائياً. إذا خربط بالأسئلة ما يعطيني الجواب الصحيح. صح. لأنه هذه كنا نأخذ الخبرة مال الأستاذ مال الطبيب والهذه، وتقدر توزعها، وكانت طبعا ثورة. ليش؟ لأنه نقدر إحنا نستفاد، يعني الكوست إفكتيف هنا كانت مهمة بالصناعة عندنا، أنه تستفاد من ناس خبراء هم ما موجودين أصلا، عندك نسخ منهم موجودة موزعة ببلدان أو مناطق معينة. هذه شنو اللي التغيير اللي صار قبل كان عندنا ديتابيس. الديتابيس كانت قاعدة البيانات هي مجرد أرقام، وإحنا بالكهرباء نسميها سيجنالز 0 1، هذه تعطينا المادة. بالأكسبرت سيستم سووا قاعدة جديدة يسموها نوليدج بيس. النوليدج بيس هي قاعدة المعرفة، معناها موجودة معلومات تقدر تستفاد منها ويستفاد منها الاكسبرت سيستم. هذا الحقيقه يعني اللي كان، وكان عندنا بالجامعه التكنولوجيا مثلا الروبوتكس، مجرد انه شلون نحرك الاصبع، شلون نحرك الايد، يعني ميكانيكيا ولا لها علاقه ما موجود مثلا حاليا. الحقيقه اللي بدت بالجي بي تي يعني تشات جي بي تي في سنة 2016، الأوبن أي آي شركة طلعت ريسيرش بيبر شرحت به أنه من الممكن جمع المعلومات هذه البيانات وتدريب خلينا نقول النظام أنه يستخلص من هذه المعلومات. الآن أنتوا اللي تكلمتوا عنها عن الشيخ محشي، أوكي، الشيخ محشي أنت قلت أنا سوري، المفروض
هاي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وين ما أسأل أي جي بي تي يجاوبني يقول لي سوري. زين، بس هذا يعتمد على البيانات. لو أنا كاتب هذا الباذنجان عراقي ومخزنة قواعد البيانات يطلع لي عراقي، ما يطلع هذا طبعا حسب التخزين. فإذا هنا الذكاء الاصطناعي شغله اللي هو اسمه من نجي احنا نقول تشات، هذا هو معناه بري ترينت جنريتيف ترانسفورمر، يعني عندك بيانات انت متدرب عليها كنظام واضح البشر وتطلع النتائج النتائج مالتها هذه. زين، فاخلاقيات الجي بي تي بكل الشركات اللي موجوده، واحد من الاخلاقيات المهمه انه الجواب لكل الكاستمر يكون واحد. اذا انا هسه اللي فهمته من حضرتك، انت حاليا تقريبا سويت مقارنه بين عمل الشات جي بي تي كونه انه هو ينطينا اجابات معينه ومحدده، وبين عمل الجوجل او باقي المواقع. باقي المواقع تنطينا شرح مفصل، مقالات مفصله، ممكن خيارات اكثر. يمكن حاليا بلال لو كاتب هذا السؤال بالجوجل ممكن حتطلع خيارات اكثر. انت هسه طرقتي فد نقطه، قولي لي شنو الفرق بين هو شنو الفرق اذا جي بي تي مال جوجل ومال بوينت اي اي وبين مثلا مايكروسوفت؟ وعندنا هوايه كثير من الامور. حقيقه الادفانتجز مالتها الفوائد هي كلها متساويه. زين، يعني تقليل الكلفه، خلينا نقول انه الفرنشيب ويا الكاستمر، هوايه شغلات اللي هي مشتركه بها. لكن تلقين كل واحد من هذه، كل شركة مختصة بأشياء معينة. يعني ماي مايكروسوفت يركز على الإكسل ويركز على المنتجات مالتهم، ما له علاقة أصلاً بالنيشي. زين، تجين على الأفضل واحد هو اللي أنا أقدر أقول عليه أنه هو الأوبن أي آي، لأنه الأوبن أي آي هو اللي صنع الجي بي تي هذا، خلينا نقول هو اللي صنع الأرضية اللي تنطلق منها البحوث. الآن كلها دا تنظر إلى شيء معين. هذا الحقيقة الذكاء الاصطناعي مر بثلاث مراحل أو مرحلتين، والمرحلة الثالثة بعدها. المرحلة الأولى اللي هي كانت أنه كل جي بي تي مختص بشغلة معينة، مثلا واحد مختص بالتعليم، الثاني مختص بالصناعة، هذه يسمون النرو الضيق. إجا الأخ الجيل الوراء اللي احنا نسميه جنريتيف، هذا اللي صار أعم يشمل هواية شغلات. بس الآن كل هدف تتسابق الشركات في خلق الذكاء الاصطناعي العالم اللي يقدر يجاوب على كل شيء، واللي احنا نتوقع يصير شوية أذكى من الإنسان. أذكى؟ شلون؟ راح تقول لي شلون؟ أنا دائما يعاندوني يقولوا لي أنه هاي أنا طبعا عندي مؤلفات، عندي أنا 24 كتاب بالحاسبات، فلسفة الحاسبات. زين، من ضمنها في 2008 صدرت كتاب اسمه Master of Next Generation، سيد الأجيال القادمة. زين، بسيد الأجيال القادمة وضعت اللوم ب 2008، وضعت اللوم أنه إحنا اختصاصيين الحاسبات دا نصنع أنظمة هي أذكى من عندنا، ودا نعطيها يعني للذكاء الاصطناعي او زي للحاسبات. زين، اوكي، وراح يجي يوم وتتفوق انه تنقلب الطاوله، حتى كاتبها بهذه، يعني هذا دوكيومنت مو حكي مال شو اسمه. لا طبعا موثق. راح تنقلب الطاوله، او انه العبد راح يستعبد سيده، وفعلا راح يصير. وهذا كان في جامعه الكوفه نقاش، لانه انا اعطيت الكتاب وشرحته بجامعة الكوفة، وكان يعني بوقت رئيس الجامعة. أنا يمكن يجوز ب 2010، بس الكتاب ب 2008. زين، أوكي، فاللي صار حقيقة يعني هذا هو التطور اللي إذا يصير عندنا. أنت سألتني ليش أذكى، أنا عندي يعني فد لوجيك منطق. إحنا بالحاسبات انت تقدر تخزن ايش قد ما عندك بيانات تقدر تخزن. زين،
عقل الإنسان إيش قد يخزن؟ شيء قليل يعني تجاه مقارنة بهذا. إيش قد ما يصير هواية؟ طبعاً مليارات الأعصاب موجودة في العقل الإنسان، بس مع ذلك ذاك أكثر. طيب شيء آخر، الحاسوب يقدر يسوي مليارات العملية بالثانية، الإنسان ما يقدر يسوي عمليتين. أوكي؟ طيب إذن خزن معلومات، ذكاء موجود استرجاع معلومات بسرعة، التوصيل للمعلومات بسرعة، التدريب تقدر أنت تدرب عليها بسرعة. يعني أنت الآن نظارات تلبسها تقدر تعرف بلال قاعد قدامي، أعرف وين يشتغل وهذا، وأنا ما أعرفه ولا شايفه قبل، من خلال بلحظة أنا أشوفه. هذا الذكاء الاصطناعي اللي دا يصير. أوكي، بس أريد أسأل قبل أن نوصل لهذه، أكو كانت مسألة تصير بما أنه أنت مختص، اللي هي الـ 5G. إيه؟ لو صاير الـ 5G، وتعرف أنت صارت عليه يعني حرب باعتبار الـ 5G، لأن كانت هو النقلة النوعية لما بعد الإنترنت. يعني الإنترنت كله بجانب، والـ 5G بجانب آخر اللي هو النقلة النوعية للكون. ما صار الـ 5G، لو صار الـ 5G قد كان؟ من يقول ما صار؟ صار؟ طبعاً الـ 5G يشتغلون على 6G. احكي لنا يعني الـ 5G شنو هو؟ إيه؟ الـ 5G هو عبارة عن مايكروويف. المايكروويف هذا مالتنا العادي، إيه؟ هذا الموجات مالته مايكروويف، هذا بالإرسال يولد حرارة عالية جداً. أوكي؟ ويجمع معلومات كبيرة جداً بواسطة الـ 5G. زين. أوكي، هذا أمريكا والصين ليش صار بيناتهم كونفليكت؟ لأنه الصين هي اللي وضعت المخازن ووضعت الأشياء اللي تجمع المعلومات. زين. بينما أمريكا، أنت تعرف الآن أمريكا أي مخابرة، تليفون، موبايل، بالعالم كله يسجل بلحظة بلحظتها. صح. في أمريكا. أوكي، فالصراع صار مخابراتي يعني. فهذا الصراع صار هالشكل هذا على 6G. زين، توقف لو صار؟ ها؟ توقف لو صار؟ لا، ماشي ماشي 5G. احنا ما وصلنا، عندنا 4G. احنا يعني غير بالاخير احنا 4G عندنا، وعندنا 4.5، 4.5. واذا احكي لك على التسلسل يعني من البدايه، الموبايل شلون بدينا، اول نوبه بس تليفون، بعدين مسج، بعدين نقل صور، هذه ما اجت مره واحده ترى. طبعا. يعني بالموبايل انت من تجي تشوف صور تدزها، وهذه ما اجت مره واحده، سابقا كانت بس مسج تكس. صح. عندك الان صار عندك هذه تقدر توصلها. نعم، هو ألو. اساسا يمكن كان يعني بفطره الانسان اساسا هو يجمع معلومات اساسا سابقا قبل التطور والتكنولوجيا. نعم. وغيرها، يجمع المعلومات، يدون المعلومات، يدون الاقوال، اذا كانت ورقه وقلم، اذا كانت من خلال التليفون وغيرها من هاي الامور. اليوم نقدر نقول هو اساسا نفس الشيء، بس الوضع هو تطور وتغير وصار بهيكليه اخرى او بشكل اخر لحد ما وصلنا الى احنا اليوم. الحقيقه يعني هذا سؤال كلش لطيف، لأنه الآن الذكاء الاصطناعي اللي إذا نحكي إحنا موضوعنا الآن، الرو ماتيريال مالته أو المادة الأساسية هي البيانات، المعلومات خلينا نسميها. طبعاً إحنا بالحاسبات نميز بين بيانات ومعلومات، تختلف تماماً، تختلف. أوكي. ايه. فمشكلة الذكاء الاصطناعي المستقبلية هي نهاية البيانات، ماكو بيانات بعد يجمعها. لأنه كل البيانات اللي دا تجي بالكون دا تنجمع، فإحنا نريد الذكاء الاصطناعي يصير بعد أقوى، ماكو بيانات. هذه النقطة الوحيدة الآن اللي يتوقعوها بالمستقبل، أنه حالياً دا تنجمع هو من الجهد البشري السابق أساساً اللي موجود حالياً. إيه، بس اختلفت الوسائل. اختلفت طبعاً. بالضبط، اختلفت الوسائل. إحنا سابقاً كنا بالحاسبات، إذا أحكي لي تجربتنا، ننقلب بين مكانين الديتا، نقعد نخلي الراوتر وهذا قباله وها وصلك بالضبط، شلون ذني مال الأنتي مسايل والهذي حتى نقدر ننقل ديتا. أنا بإنجلترا أتذكر بالـ76 احتفلوا احتفال لأنه دزوا توقيع
الى من لندن الى امستردام توقيع. زين اي بس كان انجاز هذا في وقتها. بينما الان بس على هالنقطه هذه الان الديتابيس مال الخطوط الجويه العالميه كلها بامستردام، وهذا العالم كله يتصل بامستردام من تجين تحزين يسوي لك الروت وين تسوين وين تقعدين وين هذا كله بالديتابيس وحده. احنا هسه اللي واصلنا بس على هذه الديتا فجمع البيانات هو هذا اللي اقول لك عليه انه يختلف. راح يصير بيانات كلها لانه كلها دا تسعى انه تاخذ كل البيانات لانه ما يعرفون الجي بي تي مالتهم. خلي اطلق انا جي بي تي على كلهن، هي الذكاء الاصطناعي. الجي بي تي مال اي شركه معتمد على نفس البيانات هذه، ولذلك تشوف اختصاصهم اذا يجمع على البيانات مالته يدرب الجي بي تي مالته على البيانات مالته راح يكون متخصص. هم يردون يخلوه عالمي، يردون يخلوه عالمي. هسه نشوف كله جي بي تي جي بي تي بس اشكال مختلفه، شنو الفرق؟ شلون نفرق؟ انت ما تفرق، انت بالنسبه لك يوزر بس. انا اقول لك الفرق بالنسبه للشركات مثل ما حكيته بس يعني قصدي على المنتج مالتهم. قصدي نفس المصادر؟ نفس المعلومات؟ نفس مو تختلف المعلومات. قلت لك المايكروسوفت يحاول يركز على المعلومات يعني مالته. انا هسه من اشوف شات جي بي تي شلون افرق اني اللي يفيدني وين؟ وين اروح؟ وين اتوجه؟ لياه هو منهم مثلا معلن، كل واحد معلن انه شنو الاختصاص مالته. معلن مالته. احنا عندنا بالتعليم وعندنا بالصناعه وعندنا بالجسمه جدا مهم هذا الموضوع. لا لا موجود. احنا كلش نشكرك ونتمنى انه حضرتك تكون مساهم بالتطور اللي المفروض يصير بالجامعات عندنا بموضوع التطور والذكاء الاصطناعي اللي المفروض يعني احنا بدنا نسمع اخبار عن وضع يعني آليات وبرامج ودراسات حتى يوضعون مناهج، فالمفروض حضرتك أنت تكون من ضمن هؤلاء. والله إحنا شلون نقول، مو قصة أنه نقول بالخدمة أو هذه، بس الآن كنا نحكي أنا والضيف مالتك السابق حقيقة يعني ويا طلابنا. أنا ما زلت يعني بالتعليم والحمد لله لا ناقص مال ولا ناقص جاه اقول كمستوى. انت ما محتاجهم بس كل ما هنالك لانه قلت لك اني يعني تصدق اني عندي 24 كتاب من الكتب، وطبعا بالانجليزي وتطبع بالانجليزي وتنطبع بانجلترا وتنطبع بامريكا. هسه راح يجي كتاب عندي، تجي تقول لي ها عندي بيبر واحده يمكن 10,000 واحد. الشركات الاخرى عندنا الريسيرش جيت، اللينكدين، ما ادري شنو كلها تنشرها. زين تصدق كتبي تدرس بالخليج هنا بالعراق ما حد يدرسها، وكلها تجي تقرا البحوث مالتهم منقوله من الكتب مالتهم من هذا دون معناها الإشارة. معناها احنا واي راح نستضيفك حلقات. شكرا جزيلا. انا حاضر. شكرا لك. شكرا لك استاذ علاء، كل الشكر لك، سعيدين بوجودك ويانا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مشاهدينا. من بعد هذا الحديث المهم جدا اللي كان يحمل معلومات دقيقه واسرار مهمه جدا في عالم التطور والتكنولوجيا، وصلنا وياكم الى ختام صباحكم لهذا اليوم. مع السلامه.